تعالوا بقى نبتدي كلامنا طبعا باخر المستجدات فيما يتعلق بمباراه مصر وغانا. طبعا منتخبنا بيواصل استعداداته لمباراه غد ان شاء الله الساعه 10 مساء في ابيجان في كوت ديفوار. وطبعا المباراه دي ضمن الجوله الثانيه من دور المجموعات في كاس الامم الافريقيه. اسندت لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد الافريقي لكره القدم اداره المباراه الى الحكم الجابوني بيير اتشو والسنغالي عيسى سي على تقنيه الفيديو. بالنسبه للجوله الاولى طبعا حضراتكم عارفين منتخب مصر اتعادل بهدفين امام موزمبيق، لكن منتخب غانا خسر امام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف. طيب عندنا برضو مباريات مهمة جدا، عندك بقى مغرب، منتخب المغرب هيلعب مع قطر منتخب المغرب هيلعب، وعندك منتخب قطر مع المنتخب التنزاني، وعندك بقى يعني كم دلوقتي ماتشات مهمة جدا، وفي إطار طبعا بنتكلم هنا المجموعة السادسة في البطولة، وأكيد هم بيأملوا في محو برضو لو هنتكلم بصراحة الصورة الباهتة شوية اللي ظهر عليها المنتخبات العربية الأربعة بعد تعادل مصر مع موزمبيق. فأملنا في المغرب، يعني نرجع نقول تاني أملنا في المغرب الحقيقة، ده المنتخب اللي كتير جدا بيعول عليه، ده المنتخب اللي انت قبل ما تدخل البطولة برضو وانت بتتكلم ان المنتخب المغربي المنتخبات المرشحة جدا. صحيح. اصلا للفوز بقى، خلينا نتكلم بصراحة للفوز بهذه البطولة، ف هيبان. لكن على كل حال انا هتمنى التوفيق للمغرب بصراحه، يعني عايزين نشوف منتخبات عربيه بتؤدي في هذه البطوله، يعني مش معقول في دور المجموعات وانت بتتكلم ان الاداء فعلا عليه علامه استفهام للكل، فده غريب جدا الحقيقه.